نستنى كابل مينتس كده بس الناس كلها تدخل ونبدأ الويبينار على طول. طيب عشان لا ما نتأخرش على الحضور نبدأ دلوقتي، كده كده الناس بتدخل يعني، والأتنديز بقيتهم بيدخلوا. الأول زيكم جميعا، أخباركم إيه النهاردة؟ والوقت المناسب ده إن شاء الله تكونوا كل الناس رجعت بقى من المدارس، خدت بريك وقعدت شوية كده، عملنا الهوم ورك وجاهزين إن إحنا ندايف ديب انتو سم انترستنج فيتشرز النهاردة هنتكلم فيها معاكم. قبل ما ابدا بس حابه كده كويك بريف، اللي عارفني انا ومستر وائل وي ديد لوت اوف ويبينارز معاكم في سكولارا، فيمكن تكونوا عارفيننا شويه، لو حد جديد ولسه داخل او اول مره يتكلم او يشوف سكولارا. احنا وي ار ذا كو فاوندرز اوف سكولارا ليرنينج بلاتفورم او يونيفايد ليرنينج بلاتفورم. بدانا البلاتفورم مع بعض من سنين كتير قوي، ولحد النهارده وي ار مانجينج ات اند يعني انتروديوسينج فيري امبورتنت زي ما قلت كده ريليسز افري سنجل يير، وساعات كمان اسرع من كده. والنهارده حابين نتكلم معاكم عن مايلستونز احنا نفسنا كنا مستنيينها من زمان قوي. ف وي ار فيري انترستد كمان ان مش بس احنا اللي هنتكلم النهارده، لا معانا كابل سبيكرز مهمين قوي لينا صراحه، ويعني بنتشرف ان هم هيكونوا معانا النهارده. مستر توفيق محمود مانجنج دايركتور اي اف اس ايجيبت، اند زي حضرتك ومبسوطه طبعا ويشرفنا ان حضرتك موجود معانا. مستر اسر مكارم في بي هيد اوف ترانزاكشن بانكينج في بنك اي بي سي، هيز بس يعني جوينينج ان ا مينت، وهيتكلموا معاكم على فيتشرز زي ما انا قلت. تاني هاكد عليكم ان كل المدارس اللي حاضره النهارده هتبقى عارفه ان هي اتكلمت معانا عليها كتير قوي. طيب سكولارا هي ايه؟ كويكلي قبل ما مستر وائل بقى يوريك كل الحاجات اللي احنا هندخل فيها، عشان تبقوا عارفين النهارده الكونتكست بتاع الكلام، واللي يعرفني ويعرف انا بقول ايه في الاول بقول الواي. فالواي هي دي، الواي هي ان احنا عايزين نعرف النهارده هو انا ليه اصلا جاي اسمع الكلام ده، او ليه اصلا اسمع عن حاجه اسمها يونيفايد ليرنينج بلاتفورم. يمكن ارجعكم بس سنتين ثلاثه ورا كده ايام الكوفيد، ايه اللي حصل؟ كلنا فجاه ركزنا وفهمنا ان في حاجه اسمها ديجيتال ترانسفورميشن، وفي حاجه اسمها اي ليرنينج، وفي حاجه اسمها اونلاين بلاتفورمز. قبليها ما كناش قوي انترستد، او قبليها كان في ريزيستنس كبير قوي للموضوع ده. فجأة اضطرينا نتحط في الموقف ونفهم أهميته ونستوعب الفاليوز الكتيرة جدا جدا اللي جابها لنا الأونلاين ليرنينج أو التعليم، أو حتى مش بس التعليم، البارت حتى الإداري. فمن ساعتها لحد النهاردة البوزيتيف سايد بقى إن الناس اتعودت، ولكن ما رجعتش ستيب لورا وفجأة بعد الكورونا ما خلصت قالت لا أنا مش عايزة البلاتفورم أني مور، أنا رجعت فيس تو فيس. لا، هي الفايدة اللي حصلت إن الناس كلها أيقنت فجأة انه الموضوع ده مش بس عشان سيتويشنز او بانديميك، الموضوع ده بجد ديجيتال ترانسفورميشن محتاجه يحصل في المدارس، محتاجه ان انا اسهل على كل الستيك هولدرز اللي عندي من اول المدرسين واولياء الامور والطلاب والمدرسه نفسها، اسهل عليهم حياتهم ببساطه كده. انا بسهل عليهم حياتهم في تاسكس كتير جدا بيعملوها كل يوم. ازاي بنسهل عليهم حياتهم؟ حاجات كتير قوي، بس خلينا النهارده نشوف هنسهلها عليكم ازاي في الفيتشرز اللي جايه دي. طيب قبل ما نبدا، الويبينار از ريكوردد، فمحدش يحاول بقى ياخد نوتس ولا اي حاجه، ما تقلقوش من الموضوع ده، هنبعت لكم الريكوردنج والسيرتيفيكتس از ويل، هيجي لكم سيرتيفيكت في الاتندنس. يو كان شير الكويستشنز، لو عندكم اي اسئله بليز ابعتوها في الكيو اند اي واحنا هنجاوبها في اخر السيشن ان شاء الله. اند اف يو لايك تو سكيدول ديمو ات اني سيرتن تايم بليز يعني عرفونا حتى في الشات، واحنا هنبعت لكم اللينك عشان مش هتعرفوا تعملوا كوبي دلوقتي. معانا لو حابين تتكلموا معانا في اي لحظه، طبعا احنا وي ار اوبن. واخيرا الويب سايت بتاعنا موجود لو حابين تعرفوا اي تفاصيل اكتر من كده. طيب ايه بقى الاجنده؟ قبل الاجنده في فيري يعني نايس سربرايز كده للحضور، اي حد حاضر النهارده من اي
بنقول مكان تعليمي، مش بس مدرسة، مدرسة أو سنتر أو حاجات كتيرة قوي النهاردة احنا بنقدر نشتغل معاهم، يقدروا يا كليم الديسكاونت بتاعهم في آخر السيشن. فعشان كده خليكم موجودين لحد آخر السيشن كلها. النهاردة هنتكلم عن إيه؟ هنتكلم عن 6 points. I'm just going to do the introduction وهسيبكم بقى للإكسبرتس اللي معانا. أول حاجة نتكلم عن White Label Mobile App. أنتوا جايين النهاردة تعرفوا ان احنا كان عندنا موبايل اب في سكوليرا، دي كانت مهمه قوي بس ما كانتش كامله، ما كانتش لكل الفيتشرز، ما كانتش لكل الاكترز. الانونسمنت النهارده ان احنا بقى عندنا الاب دي موجوده لكل الاكترز، لكل البلاتفورم من اوله لاخره، وكمان الفاليو الزياده بقى للانستتيوشنز اللي بتحب تروح اكسترا مايل للبيرنتس بتوعهم، يعملوا براندنج، يعملوا وايت ليبلنج، ان انت تسمي الاب دي باسمك انت كمدرسه، باسم المدرسة، والبيرنتس يدخلوا ينزلوها باسمه، باسم المدرسة من على الاب ستور. ده بقى متاح النهاردة، ودي الحاجة الانونسمنت الوحيدة اللي انا هتكلم عنه، عشان انا فعلا يعني proud of this milestone so far. كانت حاجة مهمة جدا لينا وللمدارس. بعد كده مستر ويل is going to talk about the ERP، ايه الفرق ما بينه وما بين اي سيستم بسيط جدا بيعمل موديلز ادارية. لا، ده ERP متكامل بيعمل حاجات كتير جدا ادارية، هنشوفها مع بعض. and then مستر توفيق هيكلمكم عن ايه هي ارا فاينانشال سيرفيسز. انا مش هتكلم عشان اسيب كل الكلام هو اللي يقوله لكم، بس احنا فخورين طبعا بالانتجريشن اوف اور بلاتفورم معاهم، مع البيمنت جيت واي، وهنكلمكم على ايه الفايده اللي هترجع لكم انتوا كاصحاب مدارس او كحضور از ويل. وبعد كده هنتكلم مع مستر ويل تاني مع على البلاتفورم بتاعنا عن الباس تراكينج، يعني اطمن على اولادي ازاي بقى واشوف هم فين. دي برضو دلوقتي موجوده وعايزين نشوفها ونتعرف ايه ايه الفاليو بتاعتها. and then مستر ايسر is going to be talking about ABC bank، مش على البنك نفسه ولكن على ايه السيرفيسز اللي هنقدر نقدمها من خلال سكولارا مع البنك. فاينانشال سيرفيسز كتيره جدا برضو هتفيد المدارس، وزي ما قلت اول جمله هي عشان نسهل عليكم البروسيس بتاعتكم ونوفر من وقتكم لاجل بقى الحاجات المهمه قوي اللي هي نركز على تعليم ولادنا ونركز على الشغل اللي احنا مش عارفين نأوتوميت. هو ده بس اللي احنا عايزين يعني اصحاب مدارس او كبرنسبلز او كتيتشرز نركز عليه. and then final thing هو اللايف ريبورتنج، وده ممكن تكون المدارس اللي بتشتغل معانا عارفاه، لانه they need immediate access او immediate update. اي حاجه بتحصل هتروح على طول في reports immediately، وده كانت برضو فيتشر مهمه قوي. طيب I'll let you start مستر ويل دلوقتي، and يعني I'm gonna stop my share، وتفضل بقى حضرتك. السلام عليكم جميعا، ازي حضراتكم، بنرحب بحضراتكم، بنرحب طبعا بضيوفنا مستر ياسر، مستر توفيق، ومس دينا معانا النهارده، واحنا يعني بجد بنشرف بوجود حضراتكم معانا. زي ما الدكتور خديجه قالت كده، احنا طبعا عندنا مجموعه من الـ من الابديتس الحلوه الجديده اللي ناس كتير اعتقد كانوا مستنيينها، واحنا نفسنا كنا مستنيين كمان ان احنا ناونس ونبلغ حضراتكم بيها. انا هبتدي في اول ابديت من عندنا بالاي ار بي. احنا سويتشنج من سكول مانجمنت سيستم صغير كان بيأدي مهام بسيطه على قد الاحتياجات في وقتها لكمبليت اي ار بي سيستم. خليني اشير السكرين مع حضراتكم. طيب ايه فايده الاي ار بي سيستم ده، او هيفرق معايا ايه وجود الاي ار بي سيستم ده؟ اول حاجه هو بيربط لي الدنيا كلها ببعضها. student affairs بتاعتي مع الadmissions مربوطة مع الhuman resource، مربوطة مع الattendance بتاع الemployees بتوعي، مربوط بالpayrolls بتاعتهم، مربوط بالhuman resource، مربوط بالfees بتاعت الstudents، بالpayments بتاعتهم، مربوط كمان بالsalaries بتاعت الemployees، مربوط بحاجات كثيرة قوي مربطة مع بعضها. فبالتالي أنا حياتي كلها مسمعة في بعضها زي ما بيقولوا. أنا لو مش محتاج إن أنا يبقى عندي كذا سيستم، أخش هنا أكتب حاجة وأخش هنا أكتب حاجة وأخش هنا أكتب حاجة. تاني، لتفادي المشاكل اللي كانت بتبقى موجودة وبتبقى حاصلة، إن الداتا مش كونسيستنت. ممكن يكون الداتا اللي موجودة في شؤون الطلبة حاجة، والداتا اللي موجودة عند الحسابات مختلفة عنها شوية، وقد يكون إن الكلاس ليست حاجة تانية خالص غير الاثنين دول. شفنا الكلام ده في مدارس للأسف، وإحنا بنتعامل، لأن على ما المعلومة بتوصل من حد لحد لحد بتتغير، طريقة كتابة الأسامي بتتغير، فباجي أدور على اسم الولد بطريقة معينة ما بلاقيهوش، بروح ضايف ولد جديد وأنسوا، فبيحصل طبعا ده inconsistent. بس الأهم من كده إن الفيتشرز اللي موجودة عندنا هنا كمان بتساعدنا إن إحنا مش بس إن إحنا نستارت وإن إحنا نحط البروفيجنينج بتاع الداتا دي، لا، بس لو خدنا حاجات مثلا زي الادميشنز، اونلاين ادميشنز
بالبروسيس الكامله بتاعه الادميشن بتاعتي بالستبس بتاعتها، بقدر ان انا اشوف الابليكانتس بتوعي، بحدد الستبس اللي انا عايز امشي فيها بالادميشن دي، وفي الاخر بقدر ان انا اطلع طبعا مجموعه ريبورتس هايله من الكلام ده بتساعدني في بلاننج وبتساعدني في ان انا تو كم اب نيو ديسيجنز اند سو اون. كمان السي ار ام موجود عندنا، فبقدر ان انا بعمل كلاينت ريليشن مانجمنت من اول بقى حد دخل على على البيج بتاعتي، من اول حد اتصل بالتليفون بيسال على المدرسه، فببتدي اشوف فين الانترست لو انا عايز اكسباند المدرسه بتاعتي، اكسباند في انهي دايركشن، وممكن اكون بتحول من نظام تعليم لنظام تعليم اخر او بضيف نظام تعليم جديد، فهاو تو اكسباند في الطريقه دي بيزد على اللي بيبقى جاي. جزء الهيومن ريسورس، وده بيغطي كل ما يتعلق بالعاملين بتوعنا، بياناتهم، الداتا بتاعتهم، اجازاتهم، حضورهم، انصرافهم، غياباتهم، كل الكلام ده، البيرول بتاعهم زي ما قلنا، وده بيسمع طبعا في الحسابات. جزء كمان بتاع انه بيقدر ان هو يرتبط كمان بالفينجر برينت ماشينز، فلو عندنا فينجر برينت ماشينز هو بيريد الاتندنس بتاع الامبلويز دول دايركتلي، سواء فينجر برينت او فيشال ريكوجنيشن، اي نوع من البايومتريك ديفايسز، وبيزد على اللوائح اللي موجوده عندي بيبتدي يطبق الكلام ده، لو في خصومات من مرتبات، لو في زيادات، لو في اي حاجه تانية بهذا الشكل. في حاجات كثيره، في بروجكت مانجمنت، في بيرول مانجمنت، في البرشيزنج كمان، عمليه المشتريات بتاعتي اند سو اون. بس انا حابب اتكلم عليه اكتر شويه النهارده هو الاكاونتنج بارت، لان انا عارف ان ده بيبقى روح وحياه اي مؤسسه. ففي جزء الاكاونتنج عندنا بنبتدي من اول ان انا بسيت اب الشارت اوف اكاونتس بتاعتي، انا بقدر احدد الشارت اوف اكاونتس بتاعتي، ببنيها شجره المحاسبات بتاعتي، انا ببنيها من اولها، ببني الحسابات بتاعتي والعمليات الحسابيه عندي بتسمع فين وبتروح فين. طبعا جزء من الحاجات المهمه جدا في وجود الاي ار بي ده ان انا بقدر مانج الستودنت فيز، مصروفات الطلبه بتدفع ازاي، على فترات شكلها ايه، طب مين دفع، طب مين ما دفعش، اند سو اون. وده اللي خلانا مع وجود حاجه زي كده ان احنا نبتدي نتكلم مع اي اف اس، ومشكورين، الناس كانوا مرحبين جدا الحقيقه، وكانوا فيري انثوزياستك، واحنا يعني سعداء جدا بالتعاون المشترك ما بيننا، التكنيكال بارتنرشيب اللي ادت في الاخر لانتجريشن ما بين سكوليرا وما بين اي اف اس، في ان بتسهل كمان عمليه البيمنتس، ان اولياء الامور مش محتاج انزل اروح مدرسه، مش محتاج انزل من بيتي، انا ممكن وانا قاعد في البيت دايركتلي اقدر ان انا ادفع الفيز بتاعه ولادي اند سو اون. وهترك الكلام لمستر توفيق يقول لنا اكتر شويه عن اي اف اس وعن البوسيبل سيرفيسز المتاحه ثرو البيمنت جيت واي في اي اف اس. اتفضل بسيطة. زاد فضلك، شكرا جزيلا استاذ وائل، وشكرا ممتد دكتوره خديجه، وفرصه سعيده ومشكرين على الانترودكشن. مساء خير على جميع الحضور في الويبينار، فرصة سعيدة ان احنا فيرتشوالي نتقابل. لكي لا اضيل عليكم، اسمي توفيق محمود، انا مانجينج دايركتور لارب فاينانشال سيرفيس او شركة الخدمات المالية العربية مصر، الشركة الرائدة في مجال الدفع الالكتروني وتمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الاوسط وافريقيا. الشركة بدأت تقريبا من 40 سنة في البحرين، وامتدت من البحرين إلى عمان ثم الإمارات ومؤخرا إلى مصر. الشراكة مع سكوليرا تعد من أهم الشركات الاستراتيجية اللي احنا بنطمح إن احنا من خلالها نحدث فرق في المجال التعليمي. مش هقدر أتكلم كتير بعد الشرح الوافي والكافي اللي تفضلت بيه دكتورة خديجة والأستاذ وائل، ولكن يمكن حابب أكلمكم أكتر مين هم الأرب فاينانشال سيرفيسز، وإيه الخدمات وإيه القيمة اللي احنا ممكن نضيفها من خلال التعاون أو الربط التقني اللي احنا يعني الحمد لله نجحنا ان احنا نتممه مع سكوليرا. حضراتكم أكيد تعرفوا انه المدفوعات الإلكترونية تغيرت كتير آخر 5 سنين، ويمكن زي ما تفضلت الدكتورة خديجة قالت انه من بعد كوفيد كان في تحول ثقافي، كان في كلتشرال شيفت حصل، انه كان الاول يعني كان لازم البيرنتس او كان لازم اي حد عنده مدفوعه كان لازم ينزل من البيت ويروح للمدرسه او للجامعه او للشوب اللي هو هيشتري منه حاجه. لكن كوفيد او كورونا سرعت شويه من وتيره الادابشن او تقبل فكره الدفع الالكتروني، ومن هنا بدا موضوع الجروث اللي حصل.
في تعاوننا مع سكوليرا زي ما الاستاذ وائل اتفضل وقال، انه مش بس كمان في فيتشرز جديده وحاجات اضافت في سكوليرا بلاتفورم، موضوع الدفع الالكتروني ما كانش موجود قبل كده، دلوقتي موجود من خلال الدفع عن طريق البيمنت جيت واي او بوابه الدفع الرقمي، وده واحد من البرودكتس او واحد من المنتجات اللي اي اف اس بتوفرها. في حاجات كثيره ثانيه اي اف اس بتعملها، لكي لا اطيل عليكم بس في عجاله في اقل من دقيقه، الدفع عن طريق الانترنت او بوابه الدفع الالكتروني ده الترند طبعا، بما ان احنا العالم في وتيره سريعه جدا في التحول الرقمي، ولكن البوينت اوف سيل او بيسموها مكانه الدفع الالكتروني اللي هي اللي انتم بتشوفوها في المدارس او في المحلات، في كمان الكيو ار كود او الدفع عن طريق الكيو ار كود اللي هو سكان اند جو، في كمان السوفت بوينت اوف سيل، وده بيكون عباره عن التطور الطبيعي للبوينت اوف سيل الفيزيكال الديفايس البلاك ديفايس، ده بيتحول من هاردوير لسوفت وير، بيبقى موبايل ابلكيشن ممكن ينزل من الاب ستور، وده جزء قبول المدفوعات. في جزء ثاني يخص اصدار ادوات الدفع الالكتروني، احنا شركه عندها 40 سنه من الخبرات في مجال الاصدار ودعم وتمكين التكنولوجيا الماليه، احنا بنصدر كروت اون بيهاف اوف بانكس، يعني البنوك حضراتكم اكيد تعرفوا عشان يصدروا كروت لازم يشتروا سيستمز ولايسنس وحاجات كثيره، وعايزين نو هاو وبروجكت مانجمنت، احنا بنعمل ده للبنوك من 40 سنه، بنعمله لقرابه ال 72 بنك في اكتر من 22 دوله، وده بس من باب العلم بالشيء. بنعمل ايه تاني؟ احنا تكنولوجي انيبلر، عندنا سوليوشنز كتيره لفاينانشال ونون فاينانشال انستتيوشنز، بس بما انه انا كده كملت الدقيقه عشان لا نخرج عن السياق في الويبينار، احنا بنقدم حلول قبول المدفوعات الالكترونيه، وفي الويبينار النهارده بنتكلم بالتحديد على الشراكه الاستراتيجيه مع سكوليرا. بعد ما انت هتستمتعوا بالفيتشرز وبالسيرفيس ليفلز بتاع السكول مانجمنت او الفاينانشال انا متاسف او الادوكيشنال انستتيوشن مانجمنت سيستم، بنوصل دايما لمرحله اوكي احنا اخترنا السيرفيس باكج واخترنا كل حاجه، طب عايزين ندفع. ما ينفعش الكاستمر اكسبيرينس دي او التجربه تجربه العميل دي يكون الجزء الاول منها سيمليس وديجيتال، ونيجي في الاخر عشان ندفع لازم ننزل، لازم اسيب شغلي واروح عشان ادفع البيرنت او الستودنت فيز واسوق وكده. لا، النهارده من خلال الانتجريشن نقدر نوقع اتفاقيه تاجر او اتفاقيه قبول المدفوعات للتجار، احنا بنسميها ده بالنسبه لنا احنا كل اللي بيقدم خدمه او منتج احنا بنسميه في الترمينولوجي بتاعتنا احنا ميرشنت، والترجمه الحرفيه باللغه العربيه هي تاجر. تقدر من خلال حلول قبول المدفوعات الالكترونيه من اي اف اس نعمل كونتراكت وتقبل المدفوعات، وتاني يوم الصبح قيمه المدفوعات دي يحصل لها سيتلمنت او يحصل لها تسويه في الحساب الخاص بالمتعاقد، او سواء كان مدرسه او اي ايدكيشن انستتيوشن. من 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 خلال التعاقد ده بيبقى فيه قبول فيزا وماستر كارد وميزا، بيبقى فيه قبول لمدفوعات محليه ومدفوعات دوليه، يعني لو عند اي حد عنده كروت دوليه مفيش اي ادنى مشكله، بيبقى تتعامل زيها زي المدفوعه المحليه، الفرق بس بيبقى في الفيز بتبقى اعلى شويه، ولكن من ناحيه القبول من ناحيه السيرفيس ليفلز احنا يمكن عشان احنا شركه عندها من الخبرات كتير وعندنا هيستوري كبير، التكنيكال كابابيلتيز عندنا مختلفه شويه، والترانزاكشن بروسيسنج تيرن اراوند تايم مش هنقول يعني مش للشهره نقول ان هو الاسرع، بس احنا من الاسرع، وده بسبب الانفراستراكشر انفستمنت اللي احنا حطيناها. موضوع الريبورتنج وده جدا مهم، ان يبقى عندك ريكونسيليشن تولز تساعدك وريبورت تساعدك، ده جوز وداوت سي ده جزء من السيرفيس باكج. موضوع الافتر سيل سبورت، اي دعم في معامله غير واضحه اي دوبليكيشن، ده موجود 24/7 عندنا، بيبقى فيه ديديكيتد ريليشن شيب مانجر لكل او مدير اداره علاقات لكل عميل، كمان بيبقى فيه 24/7 كاستمر سيرفيس، وده كول سنتر بيشتغل فعلا ليترالي 24 ساعه. ودي يمكن الاريا اوف انفستمنت احنا بنشتغل فيها او مركزين عليها اكتر، هي موضوع الكاستمر سيرفيس، لانه احنا الريسيرشز اللي احنا عملناها تبين فيها انه في قطاعات كثيره من ضمنها القطاع التعليمي في مصر
غير مخدوم كما يليق، أو بنسميه underserved. ومن هنا قررنا أن نستثمر في حتة الافتر سيل. مش عايز أطول عليكم، ولكن الموضوع كله عبارة عن الديجيتال بايمنت اكسبتنس، الدفع عن طريق الواليتس، الدفع عن طريق الكروت، وكل أدوات دفع هي استراتيجية أو هي تريندي، دي هتكون جزء من البرودكت اوفرنج فيما يخص AFS. أنا حريص جداً على الوقت للويبينار، فأنا I'm still having 6 minutes. فكنت كمان عايز أكلمكم على what else can be done، يعني beside أو بجانب الدفع عن طريق الإنترنت أو الدفع عن طريق الانتجريتد سوليوشن، البوينت اوف سيل الديفايس ده كمان من ضمن الاوبشنز. في حاجات كتيره بتبقى سبلمنتري سيرفيسز ممكن ما تكونش داخله في السكوب بتاع سكوليرا، اي سبلمنتري سيرفيسز، اي اديشنال سيرفيسز، اي باك اب محتاجه احنا كمان نقدر نقدم ماكينه الدفع او ماكينه البوينت اوف سيل، ماكينه قبول المدفوعات الالكترونيه، ده برضو بيبقى من ضمن الاوفرنج اللي بتعمله اي اف اس. واعتقد this is all about it. وهابي تو انسر اني فيرذر كويستشنز. اي سيفد 5 مينتس اس ويل. شكرا جزيلا مستر توفيق. يمكن هنخلي الاسئله في الاخر، انا حابه ان كل الاسئله لينا كلنا تكون في الاخر عشان بيبقى الموضوع منظم اكتر. واي ثينك دلوقتي هنبقى بقى حابين نسمع من مستر ايزر اكتر عن اي بي سي بانك اند وات هي ثينكس بالظبط، يعني البارتنرشيب معانا وايه اللي حابين تتكلموا عليه طبعا للاودينس الموجود معانا النهارده. اتفضل. ميرسي جدا، مساء الخير جميعا. اولا بس كان الصوت تمام كده؟ اتفضل يا سيد. اوكي، مساء السلام عليكم الاول جميعا، وفرصه سعيده جدا ومشاكر جدا لسكوليرا، مشاكر جدا ليكي، مشاكر للمستر وائل كمان ادانا فرصه ان احنا نتكلم في الويبينار ده. الحقيقه النظام متكامل جدا الاي ار بي، الانتجريشن مع اي اف اس كمان هيدي ان ماي اوبينيون حاجه كويت اوتوميتد، وهي ده المستقبل بتاع عموما المدارس كلها. الخدمات البنكيه اللي عندنا هي الخدمات الاساسيه المبدئيه، انه نفتح حساب طبعا لكل مدرسه، المدرسة يعني الاباء هيقدروا يعملوا ايداعات دايركتلي في الحساب بيزد على لستة ممكن نتفق مع المدارس نشوف هناخدها من المدارس ازاي عن طريق الـ ERP المستروي اللي اتكلم عليه، بحيث انه كل parent بيعمل ايداع لطالب او اثنين او ثلاثة هيبقى بيعمل الايداع ده برقم بتاخد اوريدي من المدرسة، هنشوف المدرسة تتواصل مع الاباء دول ازاي، بحيث انه يساعد المدرسة في الاوتو ريكونسيليشن، يبقى بيسمع على طول ان الطالب دفع المصاريف. في حال احنا بنحاول ان احنا نطلع من فكرة ان المدرسة نفسها تحصل كاش، لكن لو في الفترة الاولانية لسه في تحصيل كاش، احنا بنقوم بخدمة كمان ارسال شركات نقل اموال، بحيث ان احنا نقدر ناخد الكاش ده يتوزع عندنا مرتين في الاسبوع. بخلاف بقى كل الخدمات البنكية التانية اللي موجودة، يعني ممكن طبعا نعمل بيرول، ممكن نعمل نطلع كريدت كاردز للمدرسين وكل عاملين المدرسة لما يبقى دي حاجة المدرسة محتاجها. ده مبدئيا الخدمات اللي هي اللي احنا بنسميها البيزك فانيلا او الخدمات الأساسية اللي البنك شايف ان هو يقدر يبقى له دور فيها ويحب انه يبقى متواجد فيها، مع الانتجريشن بالريبورتس اللي قالها توفيق على كل الكولكشن دي تدخل في الستيتمنت. هنتفق مع كل مدرسه لو غالبا بما انه كله بيستعمل نفس الاي ار بي فهي ستاندرد ريبورتنج، فاللي هنعمله مع المدرسه كان بيريبليكيتد مع كل مدرسه تانية من غير مشاكل ان شاء الله. الخطوه اللي بعد كده اللي احنا بنبص فيها انه على حسب التحصيلات، وونس ان احنا عملنا تراك ريكورد بنشوف ايه توسعات المدرسه عايزه تعملها، ايه اللي ينفع نقدمه كتسهيلات. ان كان مثلا في مدارس بتقول عايزه مثلا اعمل معامل، او عايزه اعمل مبنى جديد، او في تمويل لاوتوبيسات، فبنحاول نلاقي حلول ماليه تقدر تساعد المدرسه كمان في السستينابيلتي وفي التوسع ان كان ده موجود، لان احنا عندنا تحصيلات ودي ظاهره عندنا بالكامل، ظاهره من الاي ار بي، فعدد الطلبه موجود، مصاريفهم موجودة، تحصيلاتهم موجودة، عندنا ترند، فكل الطلبات اللي يجري
كريدت اوفيسر بتاعنا بيروح للمدرسه او بيروح لاي منشاه، كانت مدرسه او كانت اي صناعه تانيه، بيسالها، هي اوريدي انتجريتد والموست كل حاجه عندنا جاهزه. فاحنا حتى من غير المدرسه تطلب اولموست الكريدت بروفايل بتاع المدرسه ممكن يبقى موجود عندنا. ده مش هيبقى طبعا دي 1، ده هيبقى بعد فتره من الزمن، على الاقل 1 او 2 سايكلز، يعني ممكن سنه او نية. السنه الثانيه ماكسيمم كل الحاجات دي تبقى متواجده على طول عندنا على السيستم. تاني انا برضو حريص على الوقت، ما احبش انه اخد وقت زياده، ف احب اجاوب على اسئله اكتر لو في اي استفسارات. ميرسي مستر ايسر لحضرتك، واجان ثانك يو سو ماتش للبارتيسيبيشن معانا ولوجودكم، وهنخلي الاسئله لحضراتكم في الاخر. معلش يعني بير وذ اس كده يعني 15 minutes بالكثير، وان شاء الله فعلا المدارس انترستد ان هي تتكلم معاكم دايركتلي، هتكونوا انتوا اكيد يعني مور اكسبيرتس عندنا في حته الفاينانشز كلها. انا عن نفسي ما اعرفش الفاينانشز فأنا كمان حابة أسمع فعلاً عن السيرفيسز دي، فلو هم في أي أسئلة إن شاء الله نوجهها لحضراتكم. مستر ويل you'll take the time دلوقتي to go over the other features as well as a quick كده overview on Scholar عشان الناس الجديدة اللي مش عارفة to grasp the context. إحنا ليه بنتكلم عن الموضوع إنه هو حاجة مهمة ومفيدة ليهم، فI think ده هيبقى كويس قوي إن الناس تشوفه. شكراً دكتورة، شكراً توفيق، وشكراً مستر ياسر. انا فعلا حابب ان انا اوري بعض الحاجات الفيتشرز غير الاوفر فيو العام. هنبتدي الاول بحاجتين احنا اوريدي اتكلمنا عليهم يمكن او توفيق بيتاتش بيز عليهم، هي عمليه الدفع الالكتروني. فانا هوري لحضراتكم مثال هنا متنفذ فعليا بالانتجريشن اللي تم ما بيننا وما بين اي اف اس. انا ده بارنت انترفيس، فده ولي الامر، مجرد ما بيلوج ان بيظهر عنده على طول كده الفيز ديو، ايه المصروفات اللي على اولاده، اسامي الاولاد والمصروفات اللي عليهم قد ايه، وبيبقى ظاهر عنده في الجنب كده زرار مكتوب عليه باي ناو، هو لو عايز يدفع الفاتوره دي او القسط ده، مجرد ما بيدوس عليه هو اوتوماتيكلي بياخده على طول للبيج بتاعت البيمنت جيت واي، اللي بيقدر من خلالها ان هو يختار نوع الكارت اللي هو عايز يستعمله، سواء فيزا او ماستر كارد او امريكان اكسبرس. واعتقد توفيق كوركت مي لو انا مش مخطئ في كده، ان هيزيد عليهم كمان ميزه. مظبوط مظبوط دلوقتي تمام. بعد كده بيدخل الكارد نمبر والاكسبايري ديت بتاع الكارت واسم الحامل للكارت ده والسي في في نمبر او رقم البين نمبر بتاع الكارت، وبيدوس على باي ناو، بتتم البروسيس دايركتلي. الميزه في هذا الكلام طبعا ان وانس ان البروسيس، طبعا انا مش هقدر ان انا كونتينيو هنا، مش هينفع نستعمل كارت اساسي او كارت فعلي موجود، بس لما بيدوس على باي ناو هنا بيتم العمليه كلها، بنهندل العمليه كلها في الباك اند. المستخدم مش شايف حاجه بتحصل، مجرد ما العمليه نجحت وتمت بتحصل اكتر من حاجه. اول حاجه بيجي لولي الامر نفسه نوتيفيكيشن ان العمليه بتاعتك تمت بنجاح وتم دفع مبلغ كذا جوه سكوليرا، غير اللي اكيد هيجي له من البنك بتاعه كنوتيفيكيشن برضو من البنك بتاعه بالعمليه ديت. تاني حاجه بتحصل بعد كده ان احنا بنسمع كمان في الاي ار بي اوتوماتيكلي، فبالتالي هذه المبالغ بيبان ان هي تم تسديدها، ان القسط ده او المبلغ ده تم دفعه بالفعل، وبتدخل طبعا في حساب المبالغ بتاعه العميل او بتاعه الولي الامر عن 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 اسم الطالب اللي داخل عندنا هنا. كل الكلام ده بيبقى موجود، وبيحصل بعد كده بقى البنك ريكونسيليشن فعلا زي ما مستر ياسر قال، ان هي بعد كده بيبقى في بنك ريكونسيليشن بيزد على الاماونتس والبيمنتس اللي اتدفعت دي، بيقدر ان هو البنك كمان يفيريفاي مع الاي ار بي ان الكلام ده تم دفعه بالفعل. فده بورت من البروسيس بتاعه البيمنت. زي ما حضرتك شفتوا كده كلها ممكن تتم في دقائق وانا قاعد في مكاني، سواء بقى من على لابتوب او من على حتى الموبايل اقدر ان انا انفذ العمليه دي. الحاجه الثانيه اللي انا كنت حابب ان انا اشارك واتكلم عليها واقولها لحضراتكم برضو، ده يمكن حاجه من الحاجات الجديده اللي احنا طبقناها، عملية الباس تراكينج. كتير قوي من المدارس ومن أولياء الأمور كانوا دايما بيسألونا، طب أنا عايز ولادي جايين من المدرسة، عايز أعرف هيوصلوا إمتى، عايز أطمن إن هم وصلوا المدرسة أو سوان. فأصبح ده كمان حاجة من الأوبشنز اللي موجودة عندنا في سكوليرا، برضو من الانترفيس بتاع ولي الأمر.
بيبقى عنده اسامي ولاده طبعا لو عنده اكتر من one student. ولو انا عايز اشوف الباص بتاع ياسين قد يكون الولاد في نفس الباص وممكن يكونوا في باصز مختلفه، في حد بتيجي في مواعيد مختلفه مثلا، عاده حضانه بتبقى في ميعاد واعدادي او ابتدائي واعدادي بيكونوا في ميعاد مختلف او اي حاجه زي دي، فانا بيبقى اوريدي في عندي تراك نمبر للباص دوت موجود وسيفد متسيف على السيستم. فولي الامر كل اللي عليه هو بس بيجي جنب اسم ابنه هنا ويقول تراك باص، مجرد ما داس على تراك باص. هو احنا طبعا هنا مستعملين باص فعلي بس هو اكيد هيبقى ستيشنري دلوقتي، مش هيبقى بيتحرك في الوقت اللي احنا فيه ده، فبيطلع لي على طول الماب وبيطلع لي على طول مكانه وبيطلع لي الديتيلز بتاعته والادرس، يعني ادي الاوتوبيس ده بتاعنا موجود في الحتة دي. وبنقدر ان احنا كمان طبعا لو هو بيتحرك بيبقى باين حتى السبيد بتاعته والتاريخ بتاع الكلام ده زي ما احنا شايفين كده، والكووردينتس موجودة امتى، واقدر ان انا اجيب حتى العنوان بتاعه كمان هو في انهي عنوان دلوقتي بالظبط and so on. ولو الباص بيتحرك ببقى شايف التحركات بتاعته بحيث ان انا بعرف هو هيوصل عندي امتى، او هيوصل ابني هيوصل عند البيت امتى لو هو راجع من المدرسة، او وصل للمدرسة امتى لو هو رايح المدرسة. دي طبعا بتدي نوع من الطمأنينة الكبيرة جدا لينا كأولياء أمور. هموف من الحتة دي وارجع اتكلم على سكوليرا ان جنرال، وبالذات بقى احنا اتكلمنا شوية على الـ ERP بالفيتشرز اللي موجودة معاه، وقلنا ان الفيتشرز دي بتسمع اوتوماتيكلي كمان في الالماس. طب ايه هو السكوليرا LMS؟ سكوليرا LMS هي منظومة متكاملة لإدارة العملية التعليمية داخل المنشآت التعليمية. الـ ERP للحاجات الإدارية، لكن الـ LMS بيدير العمليات التعليمية أو الجزء التعليمي في البروسيس كلها. طب ده بيتم ازاي؟ بيتم عن طريق مجموعة من الرولز كده اليوزرز. في عندنا السكول ادمنستريتورز ودول بيوليهم صلاحيات معينة، وده الانترفيس اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي. بيبقى في عندنا كمان رئيس القسم الاكاديمي او رئيس المادة او كوردينيتر بنسميه في بعض المدارس، ده بيبقى حدود امكانياته او حدود صلاحياته على مواد معينة، وبالتالي بيتابع اداء المدرسين والطلبة في المواد دي. في طبعا عندنا السادة المعلمين والمدرسين كل واحد على الفصل بتاعه وبيدير الفصل بتاعه من الاكاونت بتاعه. في عندنا الطلبة المتلقين لكل العملية التعليمية اللي احنا بنعملها دي كلها، وفي عندنا طرف خامس اللي هو ولي الامر اللي من حقه، وانا بقول لهم حقيقة يعني احنا بنتكلم حتى مع ولي الامر بنقول لهم ده مش حق، ده واجب، من واجب علينا ان احنا نتابع كل حاجة بتحصل لابنائنا في المدرسة كنوع من السوبرفيجن وكنوع من الاشراف. في طبعا حاجات كثيرة قوي هنا من ضمنها الجريدنج سيستم، وبالتالي ازاي ده بيسمع وبيطبق في الريبورت، وهنرجع لحتة الريبورتس دي بالذات ليها نقطة خاصة كده هنتكلم فيها. في عندنا تايم تيبل، في عندنا كوميونيكيشن بلاتفورم. احنا شايفين ان اي مؤسسة ايا كانت هي ايه، واكيد في مؤسسة تعليمية ده بيكون في غاية الاهمية، فكرة التواصل وسهولة التواصل ما بين اطراف العملية كلهم، فلازم ده يكون محقق وموجود، بس في نفس الوقت بطريقة مقننة. احنا مش سوشيال بلاتفورم ولا احنا بلاتفورم ترفيهية، ففي حدود طبعا وفي ريجيليشنز محطوطة على عملية التواصل ديت، سواء كنا بقى في public discussions أو في private messaging كمان ده بيبقى موجود. طبعا بنمانج الحضور والانصراف بتوع الطلبة بأكتر من طريقة. focus insights بقدر ان انا مانج اليوزرز بتوعي. خلينا نفتكر تاني ان انا هنا بتكلم على حد من الادمنز، فهو ليه صلاحيات اعلى شويه وصلاحيات اكبر شويه على مجال اكبر في المدرسه. من الكورسز هنا هنخش منها، لان دي بتديني فرصه ان انا اشوف انا حتى كاداره ازاي اقدر اتابع شغل المدرسين. انا عندي هنا المواد المختلفه وعندي اسم مدرس معين بيدرس فصول معينه في ماده معينه، لو دخلت على اسم المدرس ده ببتدي اشوف ايه الحاجات اللي ينفع المدرس ده يعملها للطلبه، من ضمنها كونتنت او شرح محتوى تعليمي، وقد يكون في شكل فيديوهات، قد يكون في شكل باوربوينت برزنتيشنز، قد يكون في شكل ساوند تراكس او صوت، تسجيلات صوت. بيقدر ان هو يدي للولاد اساينمنتس او واجبات واونلاين كويزز، الاثنين دول طبعا بيستخدموا في الاسسمنت، غير ان هما بيبقوا تايمد، وغير ان هما بيبقوا مونيتورد، وغير ان هما بنطلع منهم تقارير كتيره جدا عن اداء الطلبه، وده بيساعدنا في ان احنا ناخد كوركتيف اكشنز، ازاي ان انا اكتشف نقط القوه ونقط الضعف عند الطالب، وبالتالي ايه اللي انا محتاج انميه للطالب ده. ومن ضمن الفيتشرز اللي موجوده في الاثنين دول بالذات في الاساينمنتس وفي الكويزز، ان انا اقدر كمان ابعت حاجات من دي لطلبه محدده، مش لازم تكون للفصل كله، انا في اولاد معينين عايز اقويهم في بوينت معينه، فاقدر ان انا انفذ الحكايه دي.
طبعا الاونلاين كويزز بتبقى انواع معينه، هم 7 انواع من الاسئله موجودين عندنا، وبنقدر ان احنا انواع الاسئله المختلفه دي ان هم بيكونوا اوتو كوركتد، بمعنى ان انا بوفر وقت كتير جدا للمدرس في عمليه التصحيح. مش بس كده، لا، الطالب مجرد ما هو خلص الكويز بتاعه ده والكويز اتقفل، هو بيطلع له درجته في نفس الوقت. لما الكويز بيتقفل بيقدر يرجع للاجابات بتاعته ويشوف ايه الاجابات اللي هو جاوبها وايه الاجابات اللي المدرسين محددين ان هي الاجابات الصحيحه، فهو عارف كمان الصح والغلط عنده فين. مش بس الطالب اللي بيشوفها، لا، بيشوفها كمان ولي الامر، فولي الامر بيبقى متابع على طول مستوى ابنه واداء ابنه. عندنا طبعا جزئيه البوستس، ودي بتبقى فيها مجال كبير قوي لفتح حلقات نقاش ما بين المدرسين وما بين الطلبه وما بين المدرسين وبعض. احنا بنحاول ننتقل بالطلبه من حته السبون فيدنج او التلقين، ان احنا نقعدهم قدامنا ونفضل نديهم في معلومات، لحتة ان احنا نعلمهم ازاي يتعلموا. فبالتالي احنا موجودين، او ان شاء الله بعد ما الولاد يكبروا ويخلصوا ويشتغلوا ما يبقاش مستني حد يجي يقول له يعمل ايه، لا، هو بيقدر ان هو يفكر، هو بيقدر ان هو يدور على الاجابات، هو بيقدر ان هو يوصل لاجابات ويقيمها ويحللها ويتناقش فيها وهكذا. دي طبعا بتبقى من الحاجات المهمة جدا. رغم ان الكورونا اظهرت واثبتت او بينت لناس كتير قوي اهميه الفصول الافتراضيه او الفيرتشوال كلاس رومز، بس هي في الحقيقه موجوده في الليرنينج مانجمنت سيستم، موجوده عندنا في سكوليرا من 2016، فهي من ما قبل الكورونا ومستمره حتى بعد كده، لان ليها استخدامات اكتر بكتير جدا غير مجرد فتره الكورونا، وغير مجرد انها بسبب بانديميك او حاجه زي كده. لا، ده انا ممكن اعمل عن طريقها لقاءات مختلفه مع الطلبه. ممكن لو انا ليله الامتحان مراجعه، بدل ما في بعض المدارس بتضطر ان هو يفتح المدرسه مثلا متاخر، او الولاد بيبقوا عندهم امتحان بكره الصبح وبيذاكر ووقف حاجه خلاص وقفت معاه، لا، انا عندي مجال ان انا اقدر اعمل حاجه زي كده. اقدر ان انا استخدمها كمان في ان انا اعمل لقاءات مع المدرسين حتى نفسهم بتوعي، او اولياء الامور كمان للبي تي اي، فده كله بيبقى موجود. طبعا الكورس بلانر وتخطيط المنهج ده بيبقى من الحاجات الاساسيه عندنا، ده لازم بيبتدي يستارت كده من الاول. والميزه الجميله عندنا ان هو كل سب توبيك من دول بيبقى جواها ليسنز، الليسنز دي ليها ليرنينج اوبجكتيفز، واحنا دايما بنقول اهميه الليرنينج اوبجكتيفز. الطالب لما يكون عارف هو مفروض يتعلم ايه، ده بيسهل عليه جزء كبير جدا من مشوار التعليم بتاعه او مشوار التعلم بتاعه. وبنحطها كمان expected date، احنا المفروض الحاجات دي هتتشرح في خلال امتى. من الديت ده احنا بناخد الديت دوت، وبناخد معاه التواريخ بتاعة الassignments والquizzes، واوتوماتيكلي السيستم بيعرض للطالب اسبوعيا ايه lessons اللي هو هيدرسها خلال الاسبوع الجاي، وايه الassignments والquizzes اللي عليه في المادة دي خلال الاسبوع الجاي. بتبقى ظاهرة عن طالب، بتبقى ظاهرة طبعا عند ولي الامر، كل ما يتعلق بالطالب بيشوفه ولي الامر كمان. هروح لحتة الريبورتس بقى، وهتكلم بالتحديد عن حتة الاناليسز اند ريبورتس. احنا في عندنا ريبورتنج سيرفر مستقل كل شغلته ان هو بيطلع ريبورتس. الميزة القوية فيه ان الريبورتنج سيستم ده مش معتمد على الانترفيس خالص، هو بيكلم الداتابيز دايركتلي، فانا بقدر ان انا اطلع اي داتا انا محتاجها متسيفة عندي على الداتابيز وبريزنتد باشكال مختلفة. في مجموعة كبيرة من الريبورتس اوريدي بيلت ان. يمكن اللي اشتغل معانا خلال السنتين اللي فاتوا عارفين ان الفيتشر دي كانت موجوده، بس كان في الحته اللي ما يتعلق بالدرجات بالتحديد كانت ممكن بتاخد وقت شويه لغايه ما التغييرات اللي حصلت على الجريدنج سيستم تسمع في التقارير. احنا طبعا ده كان، انا عارف ان ده كان مطلوب لكل الناس اللي شغاله معانا، والحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا فعلا نحققه من غير ما يكون ليه اي داون سايدز او افكتس على البرفورمانس بتاعة السيستم. ان دلوقتي بقى بمجرد تغيير اي درجة بتسمع، يعني انا لو طلعت ريبورت دلوقتي وغيرت الدرجة بعدها ب 30 ثانية اقدر ان انا اطلع الريبورت تاني وهيطلع لي بالدرجات الجديدة. فكل الكلام ده بيقدر طبعا ان هو بيساعد جدا جدا جدا، وبيساعدنا كمان في ان احنا نطلع لايف اناليسس. انا بقى دلوقتي بقى انالايز وضع الطالب ده او وضع المادة دي او وضع الفصل ده في لحظته، في الثانية اللي أنا بتكلم فيها، مش مستني إن أنا أجمع داتا من 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 مدارس مختلفة أو من مدرسين مختلفين في مواد مختلفة عشان أقدر أطلع تقييم للطالب بتاعي. دي كده كانت المين فيتشرز الأساسية بتاعة سكوليرا مع
كده مراجعة على النيو فيتشرز اللي احنا اتكلمنا عليها، وهفكر حضراتكم بيهم تاني. اول واحدة فيهم طبعا ومن الحاجات المهمة جدا ونقط الحقيقة اللي احنا يعني سعدة جدا بتحقيقها، ونشكر يعني كل التيم بتاع اي اف اس الحقيقة، سواء التيم الموجود معانا النهاردة او حتى التكنيكال تيم اللي تعب معانا واشتغل معانا كتير جدا لغاية ما قدرنا نوصل للبوينت دي، ان احنا فعلا دلوقتي بقى عندنا الاونلاين بيمنت متاحة. وزي ما مستر ياسر كمان قال، احنا وير وركينج على هوبفلي ان هي ما تبقاش بس حتى اونلاين كده، لا ده لو حد ما عندوش كده، او في بعض الناس بيقول لك انا مش عايز استخدم اونلاين، مش عايز احط الكارت بتاعي اونلاين او اي حاجه زي كده، لا ده ممكن تروح البنك برضو بتعمل ايداعات، وفي نفس الوقت برضو هتسمع ان شاء الله في الاي ار بي انستنتلي وبتبان على طول. الحاجه الثانيه اللي احنا اتكلمنا عليها حته الباس تراكنج، وطبعا اتكلمنا على الفيتشرز عامه بتاعه سكولارا بما فيها موضوع اللايف ريبورتس، و ان الريبورتس دلوقتي او التشينجز في الجريدنج سيستم والتشينجز في الجريد بوك بقت بتسمع لحظيا، مش محتاجه خالص ان انا استنى وقت او اي حاجه لغايه ما تطلع. ارجو ان انا ما اكونش اطلت على حضراتكم، وبشكر حضراتكم، وهرجع بالميكروفون للدكتوره خديجه. مرسي مستر رئيل على يعني كويك، انا عارفه ان هو كويك بس عشان خاطر الوقت ادينا معلومات كتير قوي في نفس السيشن، بس احنا يوجولي بنبقى عندنا فترات كده بنعمل فيها كومبليت ويبينار عن بس البلاتفورم بتاعنا وعن ال ام اس وعن كل الفيتشرز بالتفصيل، فده هيكون موجود ان شاء الله يعني الشهور اللي جايه هنكرره اكتر من مره. فالنهارده احنا كنا حابين في عجاله كده نوريكم احنا بنتكلم عن ايه، يعني ايه يونيفايد ليرنينج بلاتفورم، هو بارت التعليمي اللي قال اللي مستر وائل وريه دلوقتي، وبارت الاداري اللي هو الاي ار بي بكل المزايا بكل الموديولز بكل الفيتشرز اللي اتكلمنا عنها. فده سريعا كده احنا كنا مبسوطين ان احنا نوريكم الداتا دي. قبل ما نروح للكيو اند اي، بس انا ام جونا شير ماي سكرين عشان اوريكم اخر حاجه مهتمين بيها النهارده. طيب احنا برضو عشان نبقى عارفين سكولارا بتشتغل فين، عشان برضو لو في معانا النهارده دول مختلفه، احنا متواجدين في اكتر من دوله لحد النهارده، بس اكترهم او يمكن اكتر دول مركزين فيها صراحه وعندنا فيها كلاينتس كتير هم مصر، السعوديه، عمان، الاردن، وتركي يمكن دي لاست اديشن، وقطر از ويل. وان شاء الله نكون متواجدين مع اي اف اس وبنك اي بي سي في اغلب الدول دي. دي بس اكزامبل اوف يعني سم اوف ذا سكولز ذات وي ار براود تو بي وركينج وذ لحد النهارده. وقبل ما اي حد بقى يمشي ويسيب السيشن، بليز رايت داون يور ديسكاونت اف يو وانت تو كليم ات، لو اي مدرسه اي حد حابب ان هو حتى يكليم ات ويديها از ا جيفت لمدرسه ثانيه ممكن طبعا تقوموا بده. لو اديت له لنا كود اللي هو سكولارا 40 يو ويل جيت 40% ديسكاونت اوفر البرايسز بتاعتنا كلها، وذر انتوا عايزين البلاتفورم كله او احنا ساعات لو في حد بيبقى انترستد ان هو ياخد for example the ERP only or the LMS only while we do not recommended. احنا البلاتفورم as a unified version بيبقى طبعا بيشتغل بكل خلينا نقول يعني in a smooth way، في نفس الوقت بيدير العملية التعليمية كلها في المدارس. طيب انا ده نكون خلصنا النهاردة كلامنا، وحابين بقى نسمع منكم طبعا، فهسيب وقت للأسئلة. انا بس هقرا السؤال وهشوف احنا مين اللي يقدر يرد علينا عندنا. طيب هو اول حاجة البرايسينج، ف I work in a new school. We have 7 grades and 550 students. Mr. Well is already answering you. أنا حابة نقدر نقول لك إزاي تتواصلي معنا عشان نتكلم معاكي. Definitely we do a lot of quotations بتعتمد على المدرسة وعلى الأعداد وكل ده، فإحنا نقدر نتواصل إن شاء الله معاكي. في سؤال تاني. طيب مصطفى بيسأل إزاي نقدر نجنراليز ده للمدارس اللي في Upper Egypt، لو حتى مدارس اللغات due to weak capabilities. طيب أنا ممكن أتكلم عن جزء صغير بالنسبة لي ومستر بالي يكمل لو هو حابب، بس الأول حاجة مصطفى إحنا أولادي بنشتغل مع مدارس في محافظات، إحنا مش في القاهرة بس، حتى هو يعني إحنا عندنا أصلا تواجد في محافظات تانية أكتر من القاهرة. هنمنشن إيه المحافظات دي بالضبط، مستر بالي هيجو أوفر دام عشان هو يعني عارف ان هو اكتر واقدر واحد بيعمل لهم تريننج، فبيزور كل المدارس دي وعارف اماكنها. احنا مش بنشتغل مع مدارس انترناشونال وبرايفت بس، بنشتغل مع مدارس ناشونال، بنشتغل مع مدارس عربي، بنشتغل مع مدارس حكومه على فكره، يعني عندنا مدارس بالتعاون مع الوزاره كتيره حكوميه بنشتغل معاهم. فايا كان المدرسه عارفين ان ليها ممكن نقول
يعني ممكن تكون اقل حظا من مدارس البرايفت والانترناشونال في مثلا الفاسيلتيز او التوائق، او عندها كمبيوترز قد ايه، وعندها تجهيزات قد ايه. بس في الاول وفي الاخر لو هي قادره ان هي تخلي المدرس يبقى عنده بس القدره على ان هو يحط الماده التعليميه او يحط واجبات للطلاب على البلاتفورم، فيكون كل اللي محتاجه كمبيوتر وذر في المدرسه او في البيت، خلاص قدر يعمل الجزء ده. قدرت المدرسة تعمل برضه جزء بسيط حتى إداري، أو خلينا نقول يعني هتشوف هي إيه أكتر بين أريا بالنسبة لها، هل هو الجانب الإداري، ولا هل هو مثلا أنا أتواصل مع الآباء، فمش لازم الأب يكون عنده لابتوب خالص زي ما قلت في موبايل أبلكيشن، فالأبهات والأمهات يقدروا ينزلوه يتابعوا كل شغل ولادهم من عليه. فإحنا بنعمل بنحاول فعلا إن إحنا نأفورد يا مصطفى as much as possible المدارس في يعني معظم أنحاء مصر مش مركزين على international و private، بس لا، هي المدارس كلها تقدر تشتغل معانا، وبنديلهم السيرفيس اكوردنج للي فعلا هم محتاجينه، وبنركز على ايه هي مشكلتهم اللي احنا نقدر نحلها لهم. مستر وائل لو حابب تتكلم على احنا بنشتغل في محافظات ايه النهارده، او معانا مدارس في محافظات ايه ونقدر نكفر. اه طبعا، هو احنا بنشتغل في مصر طبعا كلها، في عامة لينا تواجد الحمد لله قوي جدا في اسكندرية، لينا تواجد في دمنهور، لينا تواجد في بورسعيد، لينا تواجد في الفيوم، مبدئيا كده لينا تواجد في دول، اعتقد دول على دماغي دلوقتي بالنسبة لمصر. موجودين بره مصر بقى في اكتر من دولة يعني كمان في الحكاية دي، فاحنا لا خالص، احنا بنعكس، احنا بن الباك جراوند كمان بتاع الاديوكيشن نفسها او المدارس دي نفسها مش كلها فعلا زي ما حضرتك قلتي، مش كلها انترناشونال، لا احنا عندنا مدارس انترناشونال، وانترناشونال بتنقسم في منها الامريكان وفي منها بريتش وفي منها اي بي، زائد مدارس ناشونال لغات وناشونال عربي، وزائد مدارس حتى حكوميه زي ما حضرتك ذكرتي. فده موجود. جزء من اللي احنا بنعمله ان احنا مش بس بنبروفايد سيستم، احنا فعليا بننشئ شراكه ما بيننا وما بين المدارس اللي احنا بنتعامل معاها، في فكره ان انا ازاي اترانسفورم المدرسه بقى بالكامل باستخدام السيستمز. بنقدر نساعدهم في حتى جاب اناليسز، ايه الحاجات النواقص اللي موجوده عندهم، ازاي يقدر ان هو بروجريسيفلي، اكيد ما فيش حاجات بتتغير مره واحده، بس ازاي ان احنا نقدر خطوه بخطوه نغير الكلام ده مع بعض. كان في سؤال اي ثينك توفيق مستر ايسر، انا مش عارفه متاكده مين اللي يقدر يجاوب، بس في سؤال ليه علاقه بالدفع. حد بيقول يا ريت نسرع طريقه استخدام الدفع الالكتروني خارج مصر للمدارس اللي بتستخدم سكولارا وطريقه تفعيلها، احنا نقدر نشتغل خارج مصر يا مستر توفيق؟ طيب شكرا جزيلا يا دكتوره. السؤال بس انا حابب استوضحه اكتر، لانه احنا بنتكلم حد يدفع من بره مصر لسكوليرا بارتنر في مصر، ولا بنتكلم على اللي بيسأل اصلا هو مش داخل من مصر، هو عنده بيزنس مع سكوليرا بره مصر؟ بيتكلموا على المدارس اللي بره مصر، يعني لو مدرسه بره مصر وبتشتغل معانا، هل هيقدروا يستخدموا الفيتشر بتاعت الانتجريشن اللي احنا اتكلمنا عنها؟ طيب هو في ريجوليشنز فريم كده دكتوره خديجه بينظم الموضوع. احنا متواجدين بشكل مباشر البحرين اور هوم لاند، احنا اكوايرر ولايسند اكوايرر باي سنترال بانك اوف البحرين، موجودين في عمان برضو از ان اكوايرر، موجودين في مصر از ان اكوايرر، وسون هنكون كمان لايسند اكوايرر في الامارات. دي الاربعه ماركتس اللي احنا قادرين بشكل مباشر كاي اف اس دايركت تو سكوليرا نقدر نعمل بيمنت بروسيسنج. ولكن دايما في سؤال بيبقى فيه مسكونسبشن شويه انه شركه في مصر تقدر تتعاقد مع مدرسه بره مصر. لا للاسف، فيزا وماستر كارد سكيم ريجوليشنز تمنع ده، لانه بيسموه كروس بوردر بروسيسنج، وده مش بيرميتد. اوكي، واحنا ويل بي ابديتد على طول بكل النيو كونتريز اللي انتم ان شاء الله تكونوا موجودين فيها. هنروح مع بعض بكل حاجه يا دكتوره. سي مستر توفيق، طيب يا ريت نكون جاوبنا السؤال. كان في سؤال تاني على طيب هو في اسئله كتير، بس سؤال على كان يوز دي ال ام اس وداوت دي اس ام اس، ممكن نستخدم البارت التعليمي لوحده من غير البارت الاداري؟ مستر وائل حابب تجاوب السؤال ده؟ اتفضل. هو ممكن طبعا، بس اتليست هتاخد مينيمم يعني باي ديفولت كده لازم هتبقى معاه، هيبقى انستولد معاه، وده بيبقى بارت من الباكج بتاعه ال ام اس. حضرتك محتاج اتليست الستودنت افيرز لانك هتدخل ستودنتس، ومحتاج الـ HR حتى لو هو الجزء الخاص بس بالداتا بتاعت الامبلويز، لان اكيد عند حضرتك مدرسين ومشرفين وخلافه، فدول بيبقوا as an additional part added على الـ LMS by default مع الـ LMS subscription.
أستاذة وجدان بتقول اللي هي السؤال اللي سألت سؤال عن اللايف أو إن إحنا نقدر ندفع من بره، هي موجودة في إيجيبشن، أو السؤال ليه علاقة بإيجيبشن سكول إن مسقط، فكده أي ثينك إن إحنا قلنا عمان إحنا موجودين فيها، فلو أنا سمعت صح صح يا مستر توفيق، عمان إحنا قلنا موجودين فيها، يبقى إحنا كده نقدر نغطي السؤال ده، صح مظبوط؟ يبقى تقدر. البحرين وعمان أوكي ومصر والإمارات. خلاص يبقى تمام، يبقى تقدروا حضراتكم تواصلوا معاها Soon, ونشوف. soon كمان في الرود ماب، لو حابة يا دكتورة ندي هيدز اب على الرود ماب. Very soon, perhaps early 2024 Q1 السعودية و followed by Africa بقى. حلو قوي، احنا ان شاء الله احنا موجودين في السعوديه، فان شاء الله نكون متواجدين هناك مع بعض، وبعد كده افريقيا مهتمين بيها جدا طبعا، اتس فيري كروشال ماركت بالنسبه لنا يعني. طيب احنا جاوبنا على اليوز اوف ال ام اس، ما هو نصيب الجامعات من هذا البرنامج، وهل من ممكن تطبيق تلك التقنيات في كليات نظريه، وما هي نسبه نجاحها في الجامعات وخصوصا الكليات النظريه؟ طيب دكتور عادل محمود، خليني اجاوب ده بعيدا عن السكولاره شويه، بما ان انا بشتغل في التعليم ان جنرال، ف الجامعات بتستخدم learning management system طبعا، طبعا احنا مركزين، وplatform بتاعنا كل الفيتشرز بتاعته صراحه catering المدارس اكتر، وadapting يعني sorry adapting اكتر للمدارس. الجامعات بتستخدم platforms اكيد حضرتك عارفها، مودل، بلاك بورد، يعني كانفاس، الكلام ده يعني بيليق مع الجامعات اكتر، هو معمول للجامعات اكتر. انا بشتغل مع الجامعات كلهم هنا في مصر مثلا، اكتر سيستم بتشتغل بيها هي مودل، وفي كانفاس شويه، وساعات بلاك بورد، سبيشلي كمان في السعوديه بيستخدموا بلاك بورد. ولكن لو بنتكلم بقى على الانتجريشن ما بين السيستمز دي واي اف اس او البانكينج سيستمز، لو حضرتك بتسال على السؤال ده، دي اي ثينك طبعا استاذ توفيق ممكن يجاوب عليها، او ممكن يشوف لو هو هيبقى عنده شراكات مع بلاتفورمز في الجامعات، ده ممكن يكون حاجه ثانيه. مستر توفيق، هل اوريدي ده موجود، ولا انتوا لسه ما اشتغلتوش في اريا الجامعات؟ لا بالعكس دكتوره، خليني اسمع يعني، تسمحي لي اقول لحضرتك انه في الجو تو ماركت استراتيجي او في استراتيجيتنا في مصر والموضوع البيعي بالتحديد، القطاع التعليمي والقطاع الصحي هم من الاولويات ويمثلوا برايورتي نمبر 1 وبرايورتي نمبر 2، وده نابع من قناعتنا انه القطاعات دي من ضمن القطاعات اللي اسمها اندر بنتريتد اندر سيرفد اندر ديفلوبد. بالعكس احنا بنهتم جدا، وعندنا باكجز ديزايند سبيشالي للاديوكيشنال انستتيوشنز بينج ا نيرسري اور بينج ان يونيفرسيتي. حلو خلاص، ونقدر اللي انترستد يقدر يتواصل معانا طبعا، انتوا بتتواصلوا معانا لايف على scholar.com في لايف شات، في الايميل بتاعنا تقدر تتواصلوا معانا، ومستر وائل الرقم بتاعه الصراحه موجود في كل السوشيال ميديا، تقدروا تتواصلوا معانا، واحنا هنوصلكم على طول دايركتلي بمستر توفيق، وان شاء الله لو في اي يعني سيرفيس هو يقدر يقدمها للجامعات اكيد مش هيتاخروا، انا يعني واثقه في ده. خلينا ناخد كابل كويستشنز كمان. هو انا ممكن قبل ما نكمل، بس قبل ما نسيب النقطه دي يا دكتوره، مش عارف توفيق منشن الحته دي ولا لا، بس احنا اكشلي working at the present time، في الوقت الحالي احنا فعلا شغالين على integration تكون directly مع الـ ERP، بحيث ان لو حد عايز يستخدم الـ ERP في اي مؤسسة بقى ايا كانت هي ايه، يقدر ان هو يعمل الكلام ده بدون اعتماد على الـ LMS، ممكن through الـ ERP نفسه على طول تبقى الحتة دي موجودة برضو. حلو قوي، انا يمكن كنت برد عشان واخده في بالي البارت الـ LMS as well، بس thank you Mr. Whale. اكيد. How can I get in touch with Scholar support team Mr. Whale, if you can بس write the numbers للحد اللي بيسأل على support team، ده هتلاقيه في الأسئلة، انا مش هعمل answer live، في الأسئلة موجود. انا مش عارف هو فين، انه أسئلة في الـ Q&A في الـ open. لقيتها خلاص. support team. طيب انا هجاوب سؤال تاني لحد ما حضرتك تجاوب. ممكن يستخدم في السنتر ومؤسسات تعليمية سكولارا؟ طبعا. الحاجة اللي احنا يعني proud of ان السيستم والبلاتفورم very generic، فهو بعيدا عن الجامعات، عشان خلينا برضو نركز على كده، ولكن هو موجه اكتر للمدارس وما شابه المدارس. زي ايه؟ السنترز التعليميه، احنا اشتغلنا قبل كده مع سنترز، اشتغلنا مع اكاديميك فور اكزامبل زي انجينيرز فور انستنس، اشتغلنا مع منظمات زي ريليف اللي هي بتبقى عندها لاجئين بيدخلوا يتعلموا، مش لازم في سن معين، فمش لازم كي تو 12 يعني، نقدر نشتغل مع سنتر تعليمي، نقدر نشتغل مع اونلاين سكولز طبعا كتيره جدا، اشتغلنا مع اعداد كبيره منها سبيشلي في مصر وبرده في قطر، فنقدر نشتغل مع مؤسسات تعليميه غير السكولز.
اكون جاوبت السؤال ده. وفي سؤال يسأل دايركتلي لحضرتك لو تقدر تكلمهم عن هل نقدر نستخرج التقارير وزارة التربية والتعليم ولا ايه؟ نقدر؟ طبعا نقدر. اتفقنا ان التقارير بتبقى كاستمايزد، فاحنا فعلا بالفعل كده يعني. في مصر مثلا بنطلع تقارير خاصه بالوزاره، بنطلع حتى منها بيسموه شيت الكنترول الخاص بوزاره التربيه والتعليم، فده برضو حتى ده بنطلعه. فاه طبعا هي بتبقى كاستمايزد، احنا بس بنحتاج من حضراتكم شكل التقرير ده ايه، وايه البيانات اللي هتبقى موجوده فيه، وتكون الداتا دي موجوده بشكل ما على السيستم، واكوردنجلي بقدر اطلع تقارير في اي شكل وفي اي وباي لغه كمان. هي التقارير كمان الميزه بتاعتها ان هي مش بس تقارير اللي هي ريبورتس دايركت وستاتيك ومن الداتا وخلاص، لا احنا بنطلع تشارتس، بنطلع خلينا نسميها داتا انسايتس مهمه جدا للمدرسه. يعني نقدر نطلع فور اكزامبل في مدرسه عندنا مهتميه جدا بالجرادوال بروجريس، فبنطلع لهم 5 سنين مثلا، لو هم اشتغلوا معانا لمده 5 سنين فمعانا الداتا بتاعتهم لمده 5 سنين، نقدر نطلع البروجريس بتاع الطلاب على مدار ال5 سنين، بينكريز بيديكريز في مواد معينه عندهم struggling فيها for example في سن معين، فنقدر نركز ازاي. فالديتا انسايتس دي من الحاجات اللي مهمه قوي النهارده للمدارس او للكيانات التعليميه، عشان بالظبط انا بعمل يعني شويه personalized وشويه كمان انه انا اعرف اركز مجهودي فين، ما يكونش مجهودي مشتت كل المواد كل الطلاب كل السنين، لا انا ممكن اكون شاطر قوي كمدرسه في اريا معينه او في مواد معينه وللاسف عندي مثلا ضعف في اريا تانية. ده بيبان جدا من الديتا انسايتس ومن التشارت اللي احنا بنقدر نديها للمدارس. يمكن 3 أو 4 أسئلة ريليتد ببعض هجاوبهم كلهم في سؤال واحد، اللي هم سكولارا كلاود بيست ولا اون برام، وسكولارا سكيور والى اي مدى. طيب سكولارا از كلاود بيست بيزيكلي، احنا وي ار اون اي دبليو اس، يعني موجود في فرانكفورت، فمن اكتر الحاجات او من اكتر الهوستنج الريلايبل والروبست، فمش مش 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 المفروض تقلقوا خالص. 99% I think usually is our online time، يعني ما بيبقاش فيه drop. و Scolera Secure نفس الطريقة، لو حابين تدخلوا انتوا تقروا عن AWS والهوستنج بتاعه it's more than secure، فعمر ما حصل أي incident واحدة عندنا since we started back in 2016 الحمد لله. وبرضو دي مش حاجة أنا بقولها، أنا عارفها ومتأكدة منها، عشان ما فيش مدرسة واحدة حصل فيها مشكلة لا قدر الله في الديتا. احنا وي يعني you trust us on the data، واحنا عارفين الى اي مدى data بتاعت مدرسة مهمة مش بس طلاب وgrades، لا data financial as well، فدي احنا مؤتمنين عليها وبنقدر ده وبنحافظ عليه. حاجة تانية مستر رويل، احنا نقدر نكفر all educational levels، مش متأكدة انا فاهمة قوي، بس هو السؤال are we suitable for all educational levels، فI think كلمة K12 اعتقد ان احنا عندنا مدارس فعلا فيها بتبتدي اكشلي، عندنا مجموعه كبيره من المدارس باديه من البلاي سكول كمان قبل حتى الكي جي لغايه جريد 12 او يير 12 او ثانويه عامه. يس ات كيترز فور اول الحمد لله. مستر وين لو فاضي تفتح كويكلي يعني one of the reports او one of the examples اللي انا قلتها، شكل حد عايز يشوف نموذج من التقارير اللي اقدر استخرجها عن طريقكم، فممكن example report او example report، انا يعني براحتك وانا هكون جاوبت بس كمان سؤالين. هو المانج ذا سيستم ان ذا اورجانيزيشن. طيب خلينا نقول دلوقتي حضراتكم كمدرسه ايه، مين اللي بيمسك سكولارا او بيبقى مسؤول عنها؟ لازم يكون في حد فعلا مسؤول، بنسميه كده الشامبيون او بنسميه الامباسادور، او حد بيبقى مهتم جدا جدا هو يفهم سكولارا ان اند اوت، ومش بس واحد. عادة لو مدرسة كبيرة بيبقوا أكتر من حد، زي الـ IT department for example، أو ساعات بيبقوا الـ computer teachers. كل مدرسة بتبقى مختارة عدد معين وناس معينة تقول أنتوا جماعة مسؤولين عن سكولارا كـ administrators، عشان كده بيبقوا ليهم الصلاحيات اللي مستر وائل وراها من شوية في البلاتفورم، وليهم قدر من الصلاحيات مختلف. يعني إحنا عندنا طبعاً الصلاحيات دي موضوع كبير جداً، بنقدر ندي من أول صلاحية لـ level واحد، يعني مثلاً سنة أولى ابتدائي هديها لشخص، وسنة أولى إعدادي شخص تاني. الفلور فور إكزامبل، الناس اللي بتبقى اللي هي قائمة على الفلور أو بتاخد أتندنس، غير الناس اللي قائمة على أو برينسبلز عايزين يبصوا على السيستم كله. فمقدار الصلاحيات ده نقدر نتحكم فيه، والمدرسة هي اللي تحدده لنا لكل شخص هي حابة إن هو يستخدم بلاتفورم. ده طبعاً بيبقوا أدمنستريتورز، وبعد كده بيبقى عندنا 4 أكترز تانيين، اللي هو الهيد أوف ديبارتمنت أو المشرف التعليمي بيبقى مشرف على المدرسين، وبعدين عندي المدرس، عندي الطالب، وعندي اخر حد هو ولي الامر. فدور كده كويكلي الناس اللي بتستخدموا البلاتفورم بتاعنا. اسيبك يا مستر ويل تودي ريبورت الاول اتفضل. طيب اوكي، انا هشير السكرين مع حضراتكم. ده سامبل كده من الريبورتس اللي موجوده عندنا، مجموعه ريبورتس بتبقى باشكال مختلفه زي ما حضرتك شايفين، دي الاشكال المختلفه اللي ممكن الريبورتس تطلع بيها.
ده التاني واحد ده ريبورت مثلا، ده بيطلع اداء المدرسه ككل، انا هنا بقيم اداء المدرسه ان توتال في كل المواد بتاعتها في ال 12 سنه بتوع المدرسه. بنزل بعد كده ممكن لمستوى اقل شويه عن سبجكت معينه في الـ في الـ في الـ في الير، فهي سنه واحده بس كل المواد بتاعتها. وهنا دي عشان كانت مدرسه امريكان فالكورترز المختلفه الاربعه كورترز بتاعتهم، هنا انا بقيم اداء ماده معينه في ال 12 سنه بتوع المدرسه، التقييم بيزد على الماده نفسها. ده مثلا حاجه اسمها ستودنت انجيجمنت، ده بيوري تفاعل الطلبه مع الكونتنت والاساينمنتس والكويزز اللي المدرسين بيبعتوها لهم. ده واحد من التقارير اللي انا شايف ان هو بجد باورفل جدا، ده بيطلع عن كل طالب نقط القوه ونقط الضعف فيه، فبيوصل فيه ان هو يقول لحضرتك ان الطالب الفلاني عنده مشكله في درس 3 في ماده اللغه العربيه مثلا، فبيوصل قد كده، بيوصل بالديتيلز بتاعته. ده بيانالايز اجابات الولاد في الكويزز، مين كم واحد جاوب الاجابه دي وكم واحد جاوب الاجابه دي وكم واحد الاجابه دي، وطبعا الخضره دي اللي متعلم عليها الاجابه الصح، فبقدر ان انا اطلع اناليسز للاسئله المختلفه عندي. ده تقرير تاني بيبين الديفيشن، اختلاف درجات الولاد من كورتر لكورتر. الكورتر الاولاني كان درجته شكلها ايه، في الكورتر التاني الدرجه دي عملت ازاي، وهل هي طلعت ولا نزلت، الكورتر التالت، الكورتر الرابع، وهكذا. ده كمان بيانالايز درجات الولاد دي كمان جايه منين، نقط السترينث ونقط القوه ونقط الضعف عند الطلبه. ممكن حد يكون قوي في الواجبات لكن عنده مشكله شويه في الامتحانات او في الاختبارات، حد تاني قوي في الشفوي وضعيف شويه في الكتابه، وهكذا. فبقدر ان انا انالايز كل الكلام ده على مستوى المواد كلها، وبرجع احللها على كل ماده على حده، لان ده ممكن يكون اداء الطالب مختلف من ماده لماده. ده التقرير يمكن اللي كان الدكتور خديجه اشارت ليه، ان انا بعد وجود الطالب عندي على السيستم اكتر من سنه، انا بقدر اطلع اناليسس لاداؤه في خلال السنين المختلفه. لما كان في سنه رابعه كان اداؤه في المواد عامل ازاي، في خمسه بقى عامل ازاي، في سته بقى عامل ازاي، وهكذا. بنقدر احنا عاملينه الستاندرد لخمس سنين، بس اكتشلي ممكن تعمل اكتر من كده كمان، لان الداتا احنا بنبقى محتفظين بيها وبتبقى موجوده عندنا. فدي كده سامبلز سريعه لاشكال الريبورت، زي ما حضرتك شايفين هي مجموعه مختلفه من الاشكال، وبيزد على الريكوستس اللي بتجي لنا او بيزد على الديزاين اللي احنا بناخده من حضراتكم، بنقدر ان احنا ننفذه بالشكل ده. طيب before we end، عشان الوقت الحضور وقت الناس برضو ما نبقاش تعبناهم وطولنا عليهم، يمكن بس سؤال واحد، التراكينج او الباص تراكينج بيشتغل بره مصر ولا لا؟ ده سؤال من حد من نفس اي ثينك من الناس اللي متواجده في عمان. هو ممكن يشتغل بره مصر، لان احنا اكشلي البلاتفورم اللي احنا بنعمل التراكينج من خلالها هي حاجه انترناشونال، فهي موجوده في حتت كتير جدا، وبقدر ان انا استخدمها. هو في الاخر بيستخدم الجي بي اس بتاع اللي موجود على الباص، فايا كان مكانه هيظهره. فشود ورك، بس لو حضرتك حابب ان انت، انا هبعت لحضرتك برضو الكونتاكت بتاعي، لو حابب ان انت تقول لي بالظبط تفاصيل اكتر البلد فين وكده، ممكن ااكد لحضرتك على هذا الكلام. قال يا استاذ وجدان اوكي. واخر حاجه، سكولارا بتقدر تستخدم، يعني تقدر المدرسه تستخدم النظام الاداره المالي فقط؟ يعني ما رشحش ده، احنا يوجولي اجان زي حتى قلنا ما بلاش الاداري لوحده وبلاش التعليمي لوحده، احنا وي بريفير ان المدرسه تستخدم النظام ككل، حتى البرايسز بتاعتنا لما تكون مدرسه واخده البلاتفورم كله بتبقى ارخص من لما هي تاخد سيستم لوحده، لانه احنا ده بالنسبه لنا احنا مش احنا اللي عرفنا برضو احنا اكاديميين، وبالتالي احنا مهتمين بالتعليم مش مهتمين بالبيع وخلاص، فبندي او بنقول للمدرسه استخدم الحاجه اللي فعلا هتحل لك المشكله، مش عشان خاطر بس نبيع البلاتفورم، فاحنا مش انترستد في الفاينانشال او ماضي الفاينانس وخلاص، احنا وي جيف ذا بلاتفورم از ا يونيفايد ليرنينج بلاتفورم. فتقديري ان احنا يعني وي نوت جوينت تو كونسنتريت اون ذا فاينانس ماضي اللي احنا نبيعه لوحده. Thank you لكل الأسئلة، ويا رب نكون جاوبناكم عليها. واختار الوالدين بخصوص التحديثات الهامة عن أطفالهم، احنا بنبعت كل حاجة للأولياء الأمور. يعني الأولياء الأمور زهقوا من احنا النوتيفيكيشن لسه امبارح السؤال ده، انا بضحك للأسف، لان لسه امبارح حد في احد المدارس اللي احنا بنتعامل معاها، هو بيشتغل في المدرسة وبنته في المدرسة،
فامبارح كنا بنتكلم فبيقول لي انا اتدوشت من كتر النوتيفيكيشنز اللي بتجيلي. انا مش عايز، انا اساسا سايب مامتها هي اللي بتتابع الدراسه، انا مالي انا يجيلي كل النوتيفيكيشنز دي. فلا هو بيجي كل لحضرتك حاجة طبعا كل حاجه فعلا بالظبط، حاجه بتبقى على درايه وعلى علم وكل حاجه بتخص الابناء طبعا في المدرسه. متشكرة ليكم جدا على الأسئلة، ويا رب نكون يعني ما طولناش عليكم ما تعبناكمش. وفي الآخر خالص ولا خديجة لو أنا تسمحيني، كنت لسه هقول لحضرتك، كنت لسه هقول لحضرتك طبعا عايز أسمع من حضرتك الأول قبل ما أنسى، لأنه كان في حتة بس انترستنج تخص حاجة إحنا موجودة ومتعارف عليها في مجال الدفع الإلكتروني اسمها توكنايزيشن، بس يمكن دي هتعب الأستاذ وائل شوية. معلش أستاذ وائل لو تتكرم نرجع نشير السكرين اللي كان فيها الأوبشن بتاع كليك تو باي. عايز بس افيجوالايز حته بسيطه ممكن ما تكونش كبيره بس تعني الكثير from an efficiency perspective. حاضر. انا متاسف لو هتعب لا حضرتك. لا خالص، لا ابدا. السكرين دي ايوه لو تتكرم. طيب انا ايه حبيت بس اوضح هنا، في تكنولوجي في البيمنتس موجوده من زمان من سنين كثيره اسمها توكنايزيشن. توكنايزيشن ده هو عباره عن حفظ رقم الكارت بشكل توكنايزد والديتيلز بتاعت الكارت للاستخدام للمره اللاحقه. يعني حضرتك لو ضغطت على، تفضل استاذ وائل، لو ضغطت على باي ناو، لو اول مره تستخدم السيستم واول مره تدفع بالكارت هيطلع لك السكرين اللي هتطلع حالا دلوقتي اللي بتقول رقم الكارت والاكسبايري والكارد هولدر نيم والسي في في. ده لو اول مره هتعمل بيمنت. بس لو انت النهارده عميل او لو انت النهارده بارتنر لسكوليرا، البيرنت لو دفع مره بيبقى عنده اوبشن ان هو يستور الكارد نمبر in a very secure environment اسمها توكنايزيشن. ونكست تايم لما يجي يدفع او ما يدوس على باي ناو مش هيطلع له السكرين دي، هيطلع له بس اخر اربع ارقام بالكارت وسؤال: عايز تدفع بالكارت ده اللي هو احنا استخدمناه قبل كده ولا عايز تدفع بواحد غيره؟ ولو كان عندك اكتر من كارت هيقول لك اختار اي واحد من الكروت اللي انت عايز تستخدمها باخر اربع ارقام، ولما تدوس اوكي خلاص بتحط بس رقم واحد بس اللي هو السي في في الثلاث ارقام، مش مضطر كل مره تحط ال 16 ديجيتس كارد نمبر والفول كارد هولدر نيم والاكسبايري ديت. لا ده تعمله بس اول مره لما تدفع في السكول، ومن بعد كده خلاص تختار بس الاوبشن بتاع التوكنايزيشن. واسف لو عضلت عليكم بس حبيت انوه ان دي موجوده. لا طبعا مفيده جدا مستر توفيق، عشان انا فعلا من الناس اللي ببقى مش عايزه كل مره احفظ الكارد نمبر اكيد، وكل مره اروح ادور في الشنطه. ليها مسمى دكتوره خديجه اسمها وان كليك بيمنت، بدل ما ندخل كل مره ديتيلز. لا هو خلاص مره واحده وستورد، بس المره اللي بعدها بتقول اوكي وتحط السي في في، فدي بتقلل الترانزاكشن بروسيسنج تايم بشويه وقت مش كتير. لا لا طبعا لا بيرفكت. اسف لو عملت عليكم. لا خالص، انا كنت هدي بس لحضرتك لو حضرتك او مستر ايسر مزدينا حد حابب يقول اي فاينل كومنتس قبل ما نقفل الويبينار ونقول شكرا جدا للحضور. احنا كنا مبسوطين يعني بوجودنا معاهم عشان ما نطولش عليكم. هدي بس لمستر توفيق لو حابب اي كومنتس بيفور اندينج. يعني حابب اشكر شخصك الكريم دكتوره خديجه وشخص الاستاذ واحد الكريم لاتاحه الفرصه لارف فاينانشال سيرفيسز ان احنا نقابل كل الحضور الكريم في الويبينار ونقابل حضراتكم. وكوميتد، احنا كوميتد ان احنا نشتغل كلوزلي ان احنا ننهانس الاكسبيرينس بتاعه القطاع التعليمي في مصر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا مستر ياسر، ومبسوطه ان حضرتك كنت معانا النهارده ولوقتك ودينا. وطبعا لو اي حد كان انترستد او حاب يسالكم اسئله سبيسيفيكلي، احنا هنحب ان احنا نوصل لكم الاسئله دي. هتجينا هن هن هنعمل التاتش يعني ده ليكم انتوا على طول، هنجات ان تاتش ونوصل لكم الكونتاكت على طول باذن الله. ومستر ريل اوريدي كتب الايميل بتاعه ورقم التليفون لو اي حد حابب يتواصل معانا، وان شاء الله تكون سيشن مفيده نقدر فعلا يعني خلينا نعمل ولو تأثير بسيط في العملية التعليمية في مصر. ده هدفنا احنا كاسكولير وكاي اف اس وكاي بي سي بانك توجذر ان شاء الله. ونراكم في ويبينار تاني باذن الله. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا دكتوره، ميرسي جدا جدا. شكرا. مع السلامه. مع السلامه.